بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مشاهدين الكرام ودمتم بخير. سنتحدث اليوم معكم عن قصة إخبار الإمام الحسن بشهادة الإمام الحسين عليهما السلام. في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام إن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام دخل يوما إلى الإمام الحسن عليه السلام، فلما نظر إليه بكى، فقال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي لما يصنع بك. فقال له الحسن عليه السلام: إن الذي يؤتى إلي سم يدس إليه فأقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله، وينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسب ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك، فعندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما، ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بعونه تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.